نتكلم ان هم اليومين دول بيدوروا على حزب ان احنا نخشه. لا يعني لحد دلوقتي ما فكرتش ان انا اخش اي حزب. طب انت كاتب يعني محاربه الفساد والوقوف ضد الفساد، ايه اهم ملفات الفساد اللي عايز تفتحها يعني؟ هو اهم حاجه في الملفات يعني الحاجات اللي واحد يا كابتن والواقع هو اللي هيتكلم. يعني انا ممكن النهارده كنت اجي واجيب لك ورق قد كده معايا، بس القصه دي مش يعني اعتقد ان بعد 25 مش هتبقى مكانها في التلفزيون اللي احنا هنجيب الناس. عنده ورق اكيد بالظبط، ففي جهه تحقيق هي اللي اكيد اللي هي تحقق في الموضوع ده. ولكن احنا عندنا قضيه كتيره جدا واهمها يعني لو جينا نفتح من اهمها مباراه الجزائر. مباراة مصر والجزائر. مصر والجزائر. دي مهمة جدا. اللي في السودان ولا اللي في مصر؟ لا اللي كانت في مصر هنا. اللي كانت في مصر. يعني دي مهمة جدا. دي أول عوامل الفساد اللي لازم صاحب المشكلة دي وصاحب الراجل اللي كان صاحب الخطة اللي تتعمل ديت اللي توقع بينه وبين الجزائر لازم يبقى فيها عقاب. في خطة للواقعة. طبعا. يعني ده معروفة للجميع الوسط الرياضي اللي كانوا يعني عندهم بعض الأشخاص جوه اللي بيوصلوا كل حاجة. أكيد كلهم عارفين المعلومة دي. بالظبط. يعني إحنا لازم نجيب الشخص اللي جه وجاب الناس المؤجره اللي اتفق معاهم. خلي بالك بس عشان انا قلت هذا الكلام ودفعت ثمنه غالي قوي. التوقيت. ما انا بس عشان بس تبقى عارف يمكن انا من اكثر الناس اللي عرضه للهجوم على المواقع، لكن لما قلت هذا الكلام مصر قامت وما عادتش، بقيت صفحات اولى، اتكتب في شريط الاخبار في التلفزيون المصري لمده 48 ساعه، منع شوبير من دخول التلفزيون، ايقاف برنامج شوبير في الاذاعه، منع تعاقد شوبير مع كنت متعاقد مع احدى القنوات، منع تعاقد، الغاء تعاقد شوبير، الغاء بيع الدوري للقناه اللي خدها اللي هيشتغل فيها احمد شوبير، ويعني اتحصرت بشكل غير عادي، ثم بلاغ للنائب العام ورفع الحصانه عني من مجلس الشعب، واستعجال شديد جدا في رفع الحصانه عني من مجلس الشعب عشان اروح البلاغ هناك، وناس شهود وقصه وحدوته، لدرجة انه يعني انا اول مرة بقول هذا الكلام، جالي تهديد من احد قيادات الامن اللي موجود دلوقتي في السجن للاسف الشديد. يعني انا ما بحبش حد يعني اذا كان مدان يبقى ياخد عقوبته، واذا كان بريء ربنا رب يحل عنه. جالي تهديد الساعة 10:30 صباحا تعمل كذا 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 في التلفزيون، يا اما هيحصل فيك كذا وكذا، واضطريت ان انا اعمل ده عشان في النهاية بس احافظ على اسرتي واحافظ على بيتي. لكن انه ساعتها بقى بدأوا يكتبوا اسحبوا الجنسية المصرية من احمد شوبير لو تتذكر الموضوع. فالكلام اللي انت هتقوله ده انا بس بنبهك عشان هتتحاسب عليه. بس اتفضل. لا ما انا يعني انا اي حاجة بوجهها او اي حاجة بقولها انا يعني بتكلم بورقة وبتكلم بقلم وبتكلم بنفع يعني. ورقة وقلم. طبعا. لان الحاجات دي كلها راحت. راحت. يعني الحاجات دي انتوا جبتوا اوراق. طبعا. لا طبعا ما هو معنى جبت الاوراق وجبت الناس اللي كانت موجودة وجبت الناس اللي اتبلغت تعمل ايه. جبت. طبعا ما هو لازم. يعني خلاص ما انت كل واحد. انت بتتكلم جدل فس. طبعا يا كابتن. يعني ما الكلام ده يعني للاسف الشديد ان في مشكله كبيره جدا الناس الرياضيين لحد دلوقتي مش فاهماها. الثوره اللي حصلت يعني اسبابها كلها وهدفها كلها هو الفساد ما عدا الرياضه. لان دلوقتي الناس في ميدان التحرير او كل مطالب الشعب الرياضه بالنسبه لهم اخر شيء بيفكروا فيه. تيجي دلوقتي انا دلوقتي ما باجي اطلع عند المركز عند المجلس القومي للرياضه وبقول يلا احنا عاوزين نحارب الفساد او يلا احنا عندنا مشكله في الرياضه او فساد في الرياضه وفي اوراق وفي مستندات. ايه الاوراق والمستندات اللي انت حاجات كتيره جدا في مخالفات ماليه كتيره جدا في مجلس الاداره. في موضوع الجزائر. موضوع الجزائر. جبت مين بقى وعملت ايه؟ وديت الكلام ده لسياده النائب العام فعلا؟ ده اتحصل فيه بلاغ وواحد النائب العام. فاللي حصل ان احنا جبنا يعني بعض الشخصيات اللي كانت موجوده اللي اتفق معاها الكابتن سمير زاهر. اللي اتفق معاها وجابها وقعدوا وظبطوا ان منتخب الجزائر اول ما يوصل من المطار يجي بعض الناس تحدف عليه طوب، وهو اصلا كان كل الموضوع 300 متر من المطار لحد الاوتيل. يتحدف عليه طوب. انتوا جبتوا اولاد من اللي كانوا حاضرين؟ اللي كانوا موجودين. وقالوا الكلام ده؟ قالوا الكلام ده. قالوا في الاتحاد؟ لا ما قالش هناك، بس قالوا كتبنا كل الكلام اللي هم قالوه. فجينا يترمي طوب على الازاز، وبعد ما يترمي طوب يجي الاتوبيس يوصل فيحصل لعب للمنتخب الجزائري ويبتدي يقلق قبل المباراه ونعمل له شويه حركات كده. فللاسف الشديد ان بعض الناس في اتحاد الكوره جوه اتصلوا بالاستاذ محمد وراء وقالوا له انه هيحصل 1 2 3 اتحاد الكوره من جوه. ايوه بتتكلم. والراجل كان عنده خلفيه، ومع ذلك لو جبت الشريط ورجعت تاني هتلاقي ان كان في تصوير من داخل جوه اتوبيس منتخب الجزائر. يعني ناس من داخل اللي كانوا عاملين حسابهم ان كان في طوب هيتحدف عليهم. يعني ناس من داخل الاتحاد اللي بلغوا وراء اللي بلغوا وقالوا ان في الناس هتعرض لكم وانتوا واصلين من المطار لحد الاوتيل. ومع ذلك ده اللي حصل واتصور، واللعيبه اتعورت، في 3 لعيبه اتعوروا وراحوا الاوتيل، وشفنا الموضوع اللي كل اللي حصل ده.
ومع ذلك جابوا السواء وقالوا ان نقول ان اللعيبه من جوه هي اللي حذفت الطوب وكسرت. ويسال فيها دلوقتي وموجود اللواء عادل فايق يجي يسال على التحقيق اللي حصل فيه ايه، ان يعني التحقيق اثبت ان فعلا الطوب من بره ولا الطوب من جوه. بس اللواء عادل فايق وراني ملف كامل ان الطوب من جوه، وراني ملف، وراني بتاع قد كده قد كده، يعني انه من جوه وان الاعتداء وانه هي كانت طوبتين اللي اتضربوا من بره، وانه قصه ان الاعتداء ده مدبر ده قصه غير صحيحه على الاطلاق وملفقه تماما، وفي تحقيقات موجوده في النيابه للاتحاد تثبت هذا الكلام. الكلام اللي هو محمد عبد المنصف ده على مسؤوليته، لان انا دفعت ده على مسؤوليته. والثلاثه اللي اتعوروا كان على يعني جم من جوه برضه ولا من بره؟ اتعوروا في ثلاثه اتعوروا ودخلوا الجزائر. وكانوا موجودين للناس وكان الدم نازل وكانوا فضلوا مكمل التمثيليه. يعني ده برضه يعني هل هم خبطوا نفسهم من جوه ولا من بره؟ والله انا بقول لك اللي اتقال بالظبط ده، يعني انا عاوز اوصل لك النقطه الاهم في الموضوع ده. مش ده الاهم. يعني الاهم في القصه دي ايه اللي حصل بعد الموقف ده؟ خسرت شركه اوراسكوم هناك في الجزائر وكسرت واتبهدلت الناس المصريين اللي عايشين هناك. خسرت شركه المقاولين العرب وكسرت واتبهدلوا كل المصريين هناك وتعرضوا للاعتداء. خسر مكاتب مصر للطيران اللي كسرت هناك وجت صور كل الناس، حصل احتكام ما بيننا وبين الشعب الجزائري. خسر مصر شهرين ثلاثه، هم كانوا بيوردوا لنا البوتاجازات، لان هم اللي بيعملوا لمصر بيصدروا لنا البوتاجاز. ما استقبلناش شهرين ثلاثه، كان في مشكله كبيره جدا. كان في مشكله ما بين شعبين ممكن تتصور اكتر من كده. ومع ذلك جرينا ورا الراجل واحنا بصنا راسه، وانا كنت موجود في الحلقه هنا. يوم ما كان كانت سمير هناك في قطر وبس راس محمد ورا وسلم عليه وصالحه. ومع ذلك ادي الشعب الجزائري دلوقتي. يعني اسال كده اي واحد جاي من ليبيا عن طريق الجزائر، قول له بيعملوا معاك ازاي. بيجي ويقعد وياخد كل الترحيب وكل الاهتمام وبعد كده بيوصله لك هنا. يعني معنى ذلك ان الشعب الجزائري ده هو اللي بيوصل لنا اولادنا لحد دلوقتي من الجزائر. مين اللي كان عامل المشكله دي، ومين الراجل المسؤول اللي مش عارف ان اتباع الموقف ده ممكن يحصل كده؟ وحصل ان في توجيه للاعلام، كان يعني كان توجيه خاطئ للاعلام ان يتوجهوا في الموضوع ده خاطئ. عندي الملف. طب انا معايا استاذ حماده شادي، كان مسؤول العلاقات الخارجيه في الاتحاد المصري لكره القدم، وتقدم باستقالته مؤخرا، وبرضه كان عنوانها قصه الفساد وانه لا يستطيع ان يعمل في مثل هذا الجو. مساء الخير يا استاذ حماده. مساء الخير يا كابتن شوبير، ومساء الخير كابتن محمد عبد المنصف. اهلا بيك يا كابتن حماده. حبيبي ازيك؟ حماده اهلا بيك. بالتاكيد سمع حواراتنا وسمع ما يقال، واعتقد لا انا مش سامع، انا شفت بعينيا، يعني الكلام اللي انا سامعه ده حاجات انا شفتها بعينيا وبس. بحب الفت نظرك كابتن شوبير، انا عارف انك انت قلت الكلام دوت من كام شهر وتهددت عشان ترجع في كلامك. الكلام اللي حضرتك قلته قبل كده 100% مظبوط، بل بالعكس بقى ده في حاجات زيادات انت ما قلتهاش. احنا ضربنا الاوتوبيس ده كابتن شوبير، وكانت طوب بينزل على الاوتوبيس زي المطر زي المطر، ما كانش ضرب طوبتين ثلاثه زي المطر. واللعيبه نزلت من الاوتوبيس وهي داخله الفندق كان فوقيها سيل طوب. والثلاث لعيبه اللي اتعوروا فعلا، وكل اللي كان طالبه الاستاذ محمد الوراوي اللي احنا اتجننا عليه لحد دلوقتي انه كان طالب اعتذار. وللاسف الشديد جه الاعتذار من اتحاد الكوره برئاسه الكابتن سمير ان هم اللي عوروا نفسهم وانهم حطوا كاتشب على دماغهم وان الموضوع مش كده. انا بس عايز الفت نظر سعادتك لحاجه بسيطه جدا. اتفضل. محمد الوراوي لو اراد الغاء هذه المباراه ليله الضرب وهو عنده ثلاثه لعيبه مصابين وولتر باك كان موجود ساعتها وشداد كان مراقب المباراه واثبت ان الثلاثه لعيبه دول اساسيين ومتعورين، لو ما راحش التمرين بالليل الماتش اتلغى وماتش مغلوبه 3-0. اللي ما حدش يعرفه يعني ان هو اصر ان تتلعب المباراه واصر ان يروح يتمرن بالثلاثه المصابين. يعني عشان سوء النيه اللي كانت الناس بتقول عليه محمد الوراوي اللي احنا بنقول عليه انه كذا. استاذ حماده الضرب يا كابتن شوبير احنا ضربنا كتير. انت مسؤول مسؤوليه كامله على اللي انت بتقوله. عن كل اللي انا بقوله صدر. وفي قيادات امنيه طلبت رسمي من اتحاد الكوره ما حدش شاف حاجه والاوتوبيس ما اتضربش. لا الاوتوبيس اتضرب يا كابتن شوبير، وانا من اول يوم قلت الكلام ده وقلت لو النائب العام جابني في اي وقت هقول ان الاوتوبيس اتضرب واتضرب من ناس بعينهم عارفينهم، والناس ديت كانوا من المفترض ان الكوره عشان يضربوا الاوتوبيس، وانا مسؤول عن الكلام اللي انا بقوله والتحقيق هيثبت صحه كلامنا. وبعدين هو مش التحقيق اثبت في الفيفا ان احنا غلطنا في الفيفا بس هو ملاك. انا قلت للكابتن عبد المنصف دلوقتي استاذ حماده ان انا شفت دوسيه قد كده عند اللواء عادل فايد في مكتبه. لا اللواء عادل فايد هو بنفسه اللي قال محدش يقول ان الاوتوبيس اتضرب.
وان المباحث الجنائيه اثبتت ان البيت اتكسر من جوه، البيت ما اتكسرش من جوه يا كابتن شوبير. ده اللي انا شفته، ده اللي انا وكمان معلش ده انا يعني عايز اضيف لك كمان اللي بيشدقوا بعد المكالمه بتاعت السودان، لان انا كنت مسؤول الامن في السودان، يعني انا كنت في اتحاد الكوره في مع منتخب مصر وكان المسؤول الامن. فانا اللي احكي لك عن اللي حصل في السودان، ورغم ذلك كل اللي حصل في السودان يا كابتن شوبير نصب واحتيال. مفيش مصري في السودان، واتحدى والبرنامج بتاعك على الهواء، اتحدى مصري يجي يقول ان واحد جزائري مسكه ضربه صوبه شخصيا لحد ما عوضه، اتحدى. كل اللي حصل لنا يا كابتن شوبير كسروا ازاز الاوتوبيسات اللي كانت رايحه المطار بعد المباراه بالضبط زي ما احنا عملنا معاهم من الهرم لحد مطار القاهره في الجمهور بتاعهم. ده اللي حصل بالضبط، وانا مسؤول عن كلامي، وانا اللي كنت موجود، وانا اللي شفت بعمليه اللي حصل. اما بقى فيما عدا اللي حصل في السودان والاعتداء على الشعب على المصريين، وبعدين مكالمه من نجم الريس الاستاذ علاء مبارك، وانا في غنى ان انا اتكلم عن الموضوع دوت، مش عايز اتكلم عن حاجه عدت، لكن مكالمه الاستاذ علاء مبارك اللي كانت في التلفزيون ويطلع طفل قاعد ورا كاميرا يبكي ويقول انت اشفيك غالبنا، واللي انت قلته دوت كلام اسفه غليل كل المصريين، انا غليل يا كابتن يا طفل يا طفل ورا الكاميرا وبتتكلم على شعب اسمه شعب الجزائر، ويطلع بعدها نجم لامع في الاعلام المصري يقول ان ده بلد المليون بسيط. انا اسف ان اقول الكلمه ديت، الكلمه دي يا كابتن شوبير انا اتمنى ان اللي قال الكلمه ديت يراجع نفسه تاني. لو حد النهارده قال على شهداء الثوره بتوع 25 يناير انهم نقطاء، انا عايز اعرف بس شعور اي واحد مصري ايه هيسمع الكلمه دي. نعم. احنا شتمنا الجزائر وقلنا ان هم بلد المليون بسيط، وده خطا فادح يتحاسب عليه. الجزائر يا كابتن شوبير دمهم سال زينا بالظبط في حرب اكتوبر. الجزائر يا كابتن شوبير اعلنت الثوره من صوت العرب المصري، كانت الاذاعه المصريه ساعتها. الجزائر يا كابتن شوبير لينا مصالح معاها مع اوراقكم ومع المهندس نجيب سويرة ومصر للطيران، وعندنا مصريين، وانت تعلم تماما في باريس كم مصري متجوز جزائريه، وكم جزائريه متجوزه مصري وعايشين في الجزائر وبيشوفوا ما بين الجزائر وبين فرنسا. الناس دي موقفها ايه؟ حد بقى شاف بعد المكالمه اللي حصلت من نجد الريس هل ممكن مصالح مصر تتضر؟ وهو قال اكثر من مره بمنتهى الذكاء، انا بتكلم على ان انا مواطن مصري، ما بتكلمش على ابن الريس. طبعا الكلام دوت كان كلام ما يشفيش غليل كل المصريين. وبعدها بدات القنوات كلها تشتغل، والنجم اللامع اللي قال مليون بلد المليون مقيت، انا اتمنى ان الموضوع دوت كله على بعضه كده يحال للنائب العام. نحن ندين باعتذار رسمي وشعبي لشعب الجزائر، شعب الجزائر ضحى كتير قوي عشاننا، وزي ما قال الكابتن منصف من شويه، ما يسالوا المصريين الراجعين من ليبيا عملوا معاهم ايه؟ انا يا كابتن شوبير اثناء الثوره رحت الجزائر. وبعد ما الثوره انتهت بيوم واحد وصلت الجزائر الفجر، المدرب بتاع الجزائر قعد حاضني اكثر من دقيقه. وكانت الدموع كانه بيقول لي مبروك على الثوره بتاعتكم. ولما دخلنا الاستاد ثاني يوم كان ماتش للسودان، كان في خمس ست اعلام مصريين، رحت ناحيتهم ال 15,000 متفرج قالوا تحيا مصر. ادي الناس اللي احنا كنا بنهينهم قبلها بكام شهر. كلام ده كابتن شوبير، احنا اهنا ناس كتير وتحولنا مع نفسنا كتير، وما تزعلش لما حد يشتمك لما انت الكبير وبتعمل كده. ما كانش من المفترض ان اعلاميين مصريين يتكلموا في الموضوع دوت بمنتهى السذاجه عشان ابن الريس يتكلم. الكلام ده طبعا غير منطقي على الاطلاق، وما نتهمش الناس باسماء. وبعدين انا عارف من الذكاء هيروح رابط عليك دلوقتي قايل لك ما هم كمان شتمونا، هم شتمونا لكن عمرهم ما قالوا ان احنا نقطاء. ممكن يكونوا جابوا كابتن حسن شحاته على هيئه عروسه، بس دي جورنال موجود هناك. انا اتحدى يكونوا شتمونا في شهدائنا او في كرامتنا. احنا شتمناهم في كرامتهم. ولما نقول بلد المليون نقيض لابد ان نقدم اعتذار رسمي وشعبي لشعب الجزائر، دول اللي عادل لنا ودول اللي رئيسنا. حماده قصه مليون لقيت، انا ساعتها انا رديت رد قوي جدا وكنت واضح، قلت لا مليون شهيد ومليون ونص مليون شهيد، وقلت ما هو دور الجزائر والثوره والتحرير وكل ده معروف. لكن خلينا اقول برضو انه القصه الاولى اللي انت قلتها على الاتوبيس دي قصه على مسؤوليتك انت الشخصيه. انت لا زلت مصمم الاتوبيس اتضرب يا كابتن شوبير، وجاب اوامر بان ما حدش يتكلم في الموضوع ده وما حدش يقول ان الاتوبيس اتضرب، واتوبيس الجمهوريه والجمهور اتضرب يا كابتن شوبير. انا بس عايز اقول، لا معلش بس حماده، لا انا بس انا عايز اقول انه ده كلام انت بتتحمل مسؤوليته زي ما انا اتحمل طبعا بالتاكيد. انا بقول لك على حاجه انا شفتها بعيني. اشكرك. وتجيت الجزائر اتضرب والاستاذ محمد رمراوي موجود. اشكرك. والراجل اللي الناس كلها بتشتم فيه كان ممكن ساعتها يلغي المباراه. شكرا حماده يا شادي، اشكرك شكرا جزيلا. يعني طالما الموضوع زي ما انت بتقول انه في ناس جت وشهدت وبلغت وراح للنائب العام، خليه ياخد اطاره. بس يعني هو
انا ما احبش الفكره اللي... الفكره يا كابتن شوقي انا هقول لحضرتك الفكره من الموضوع ده ايه. فكره ان لازم اي شخص يبقى مسؤول لازم